شوية يمكن ماشي شوية حتى وقت الغروب اللي ما شاء الله طبيعة فرنسا. أنا على الموضوع ديالنا هذه اللي كاينه فيها كورونا يعني كان فيها المرض داروا لهم واحد تسهيلات يعني اللي عندك دابا غير عامين في فرنسا وكنتي كتشتغل وتبت لهم انك كنتي كتشتغل في وقت كورونا يعني في وقت المرض عندك الحق انك تدفع الجنسيه وبتسريع هذا يعني يسرعوا لك الجواز ويسرعوا يعطيو لك الجنسيه. هذا يعني الموضوع الاول. الموضوع الثاني هو انهم اصحاب اللي كيشدوا لي غيصال المساعدات الاجتماعيه هنا في فرنسا راه بداو كيزيروا علينا الحبل. انا ما كنشدش انا مع حيت ما كملتش 5 سنين في فرنسا دونك انا غير يعني معني بالامر, ولكن الناس اللي كيشدوا لي غيصال خصكم تعرفوا بانكم راه خصكم تدبروا على الفورماسيون ونوضوا انكم تدبروا على الخدمه. حيت علاش ولا دابا يعني خصك ضروري دير شي حاجه اللي يستافدوا منكم مثلا يعني هذوك السوايع ديال الاجتماعيه يعني الحل انك مثلا تمشي تعاون تمشي تساعد الناس الكبار دير المهم شي اكتيفيتي سينو غادي يحيدوا لك المساعدات. مابقاش دابا هذيك بعزلهم الولد الاولاد ولا داك الشيء دابا بنادم خصو ينوض. كانت في الاول مطلوقه اللعب دابا راه بداو يزيروا الحبل. هذا يعني الاشكال الثاني. الاشكال الثالث هو انه القرار اللي بختخذ الوزير انهم يردوا الحراقه الدراري لي جون يعني المينور. هذه اول مره توقع في فرنسا انهم يعني يردوا لي مينور يعني قال كلك. ولكن اخويا النت راه عرفتي شنو دايرين هنايا في باريس. مشيت هبط لباريس صح ترى ومشكله اكيد يو على وحدين اخرين جايين مساكين بغاو يتانتيغرا وبغاو يخدموا بغاو يدبروا على الاوراق. حيت كانت الا كنتي جيتي مينور قبل 16 عام 16 عام 17 18 عام تتشد الاوراق ديالك وكيعطوا كاع الجنسيه. الا باش نولا هما دابا كاع دابا تمشي تقول لهم انا مينور يشدوك يردوك المغرب من الاتفاقيه التاليه مع المغرب جميع لي مينور يرجعوا. دونك هما دابا ضيعوا على راسهم وضيعوا على الدراري مساكين اللي جايين ناوي المعقول وجايين يخدموا وجايين جايين اصاحبي تيسرقوا تيجريسيو في عباد الله تيناوض الرويلات التشمكير ينعسوا فين ما لقاو يجلسوا فين ما بقاو ويسرقوا ضربوا التليفونات يضربوا. دونك القرار اللي اتخذوا ها هو دابا جابوها في راسهم. انا ما كنتشفى في حد ولكن هذه هي الحقيقه. هما دابا المينور ما بقاش عندهم لا دروا. هنايا كانت فرنسا واسبانيا كانوا كيعطوا لي مينور دابا الاوراق دابا بقى لا اوراق لا والو قاعد دابا نوض تدبر على راسك. هما المانيا وهذاك الشيء كانوا حايدين بعد هادشي ديال المينور كانت غير فرنسا واسبانيا دابا هما هي فرنسا حيدت
راه اسبانيا حتى هي راه غادي تدير شي قرار تاخذ شي قرار. ايوا ما دجابوها فرص بسال الخاويه. ولكن اغلبيه ديال المينور اللي كيجيو راه كشتوهم في كيجيو كيجيو تحت الكاميونات كيكونوا عايشين في الزنقه في المغرب ماشي كيكونوا في الناظور في الشوارع وكذا. ولكن ملي كيجي شي مينور مقاد نقيق كذا صافي دابا ضاعت عليه هادوك اللي كيطلعوا في الباط في تحت الكاميونات وكذا راه كيكونوا كيضربوا في الزنقه في المغرب. انا اللي كتلقى زعما النيت ولد فاميلا وكذا وجاي بغى يدبر على راسو كذا ماشي غير الزنقه الزنقه. دونك هما ضيعوا على راسهم ضيعوا على الشعب ضيعوا على كلشي. شنو خسروا عليهم اتفاقيه مع المغرب ردوا لهم الاخر مقابل هذوك الفلوس اللي كانوا كيديو للحراقه هنايا توليو تديهم البلاد تديهم المغرب. يا الله ما انتم هي جات فيكم ما يردوك. كاين موضوع اخر عاوتاني هو شنو اخر كاين في الجديد 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 ديال فرنسا التغطيه الصحيه حتى هي صعبه على الحراقه. دابا الحراق صعيب يشد هذيك الايد ميديكال ما دابا حتى ما عاقوا بهم ما بقاوش يعطيو لهم الايد ميديكال حتى هي ولات عندها شروط صعاب وصرات الشروط ديالها صعاب دابا باش تاخذها. وبالنسبه اللي كيجيو من المغرب تجمع عائلي ولا شي حاجه ما بقاش ديك 3 شهور عاد تشد التغطيه الصحيه حيت كانت واحد الوقت كتجي تضرب هنا 3 شهور 3 شهور عاد يعني عندك الحق تدفع تاخذ التغطيه الصحيه ديال فرنسا. اصحاب دابا الفيزات وداك الشيء حيدوا لهم حتى هما انهم يجي يداو فرنسا يعني تكون داخل فيزا وكذا منوع تداو فرنسا. وكتعمر واحد الورقه دابا في القنصليه في المغرب كون كورا انك ما غاديش تجي داو فرنسا جاي سياحه و عتعقب مضيعوا لهم صاحبي النظام الصحي في فرنسا كلا العصا. عرفتي شحال كتمشي شي 40 عرفتي شحال النظام في فرنسا انايا ديك النهار 200 مليار دولار 200 مليار اورو دونك دوله صاحبي 200 مليار الاقتصاد المغرب كامل كيمشي غير في الصحه هنا في فرنسا. ديك النهار سمعت في التلفزيون بقيت كنشوف 200 مليار اورو كتمشي في التغطيه الصحيه. حنا في المغرب الانتاج ديالنا كامل كامل كتمشي 118 مليار ولا ما نعرف يعني شوف ميزانيه المغرب كامله غادا غير في الصحه هنا في فرنسا. دونك باش تعرفوا كيقداش هنايا الميزانيه ديال الصحه باش تعرفوا انا علاش الطبيب مزيان في فرنسا وعلاش. ودابا هادشي هرس الاقتصاد الفرنسي يعني لقاو بانهم كيمشيو لهم فلوس بزاف الخو الخاوي. دونك بين الحوايج اللي داروا صحاب الفيزا منوع عليكم انكم تجدوا هنا في فرنسا يعني غير الا طحتي في ايرجونس مثلا طحتي في شي اكسيدون هذاك الشيء هذاك الساعه خلاص لاسيرونس ديالك هو اللي كيتكلف. اما يعني باش تجي باش تعالج منوع دابا صعبوا هادشي. المهم التطبيب هنا في فرنسا واكل العصا يعني ميزانيه كبيره كتمشي فيه عوض باش بقاو يزيدوا في اسيرا ويزيدوا يبنوا السبيطارات وكذا لا كيمشيو لهم الفلوس غير في العمليات وفي المداويه ديال والدوايات ديال الحراقه اللي كيجيو والناس اللي كيجيو فيزا. دونك من بين الحوايج اللي بغاو يديروا انهم هادشي ما بقاش غادا كتزير الحبيله. المهم هادشي اللي يعني كما قلت لكم بين عاوتاني الحوايج اللي داروا الحوايج عاوتاني اللي داروا هنايا في فرنسا يعني بالنسبه لهذوك اللي كانوا كيقراو ولادهم في الديور وكذا ولا ممنوع دابا خص الولد يمشي يقرا في المدرسه حقاش كانوا الاوصال هنايا ما كيبغيوش يسيفطوا ولادهم يقراو سواء المسلمين كانوا المسلمين كيحطوا ولادهم في يعني في المؤسسات ديال كانت واحد المؤسسه مثلا واحد المؤسسه سميتها الف هنا في تولوز كانت يعني كتقراك من الابتدائي حتى البكالوريا كتاخذ باك مدرسه عربيه يعني باك ما كان معترف فيه هنا في فرنسا يعني باك عربية. الله يهديهم زعما ضيعونا والله لا ضيعوا ضيعوا الولاد المسلمين يعني كنتي كتدي ولدك تمشي يقرا في الجامع ولا في مدرسة بحال دابا بحال هذيك المدينة فين كنت أنا ساكن في كاركاسون بناو مدرسة وخداو الرخصة منها بالآخر باش يقراو العربية. دونك الولد منين يسالي الولد منين يسالي الآخر كياخذ واحد الشهادة كوم كو راه كيسيد يقرا العربية ويقدر يكمل القراية بها في الآخر. كان تخصص العربية في المدارس دابا حيدوا كل شيء دابا بغاو يردوا العربيه غير في المدرسه يعني تكون مغطاره وكذا. كانوا كيجيبوا الائمه من المغرب يقراوا القران هنا في رمضان كذا ولات ممنوعه هي ولات ممنوعه حتى هي علاش بسبب هذا الشيء دابا اللي وقع. انت كتشوف واحد كيجي كيضيع على كلشي حتى ما عنده لا اساس لا راس كيجي كيضيع على مساكن الناس كانوا واكل الخبز هنا الائمه كانوا كيجيو المغرب
كانوا كياكلوا الخبز ديالهم. من هذيك شهر رمضان كيديو معاهم واحد البركه كيجيو نسمعوا القران مزيان نسمعوا كذا الحديث. دابا هما حيدوها حيدو عاوتاني الاستيراد الاساسي يعني كانوا كيسلفوا الاساسي من المغرب ديال العربيه كانوا كيجيو لهنايا لفرنسا حتى يحيدوها يعني. ولا قال لك القانون الجديد ان الاساسيده بقاو يتكونوا هنا في فرنسا من الائمه والاساسيده كلشي بقاو يتكونوا هنا في فرنسا منوع انهم يستولوا. فما شحال من حاجه ضيه ضاعت بيد بيدينا بسبب هذا الشيء اللي واقع. شنو اخر عاوتاني كاين القانون هذا مقترحوه على البرلمان غادي يصدقوا عليه يشوفوا هو انهم ما يبقاش انك يعني اوتوماتيك متاخذ اقامه دائمه ولا يعني اللي عند المرض ديالك تاخذو مثلا بحالاش بحال دابا نتايا كنتي هنايا عندك الاقامه 10 سنين جوجتي من المغرب وجبتي المراه كان هذيك الساعه كانوا كيعطيوها اوتوماتيك 10 سنين. دابا الا صدقوا على هذا القانون هذا المراه ديالك ملي جبتيها من المغرب ما تاخذش 10 سنين يعطيوها عام وتثبت انها انتيغري يعني خصها تثبت لهم بانها انتيغري هنا في فرنسا وكذا ويعني وتتعلم اللغه ويعني ومستفدين منها وتمشي دير لي فورماسيون كذا ماشي بحال الاول كتجي كيجيبوها عربيه ما كتعرف لا فرونسي لا والو كيتزوج بها كيخشيها في الدار تبقى بحال مسكينه بحال الارض بغي كتبيض راه كتولد في الاولاد. دابا داكشي ما بقاش خص المراه دابا تتحرك يعني تخرج تدبر يعني يعني تخدم وتقرا دير فورماسيون هادشي اللي دابا اللي زادوا حتى الاولاد عاوتاني اللي كيجيبهم يعني الالتحاق للجروب مو فاميلي حتى الاولاد يعني اللي كيجيو في الجروب مو فاميلي حتى هما ما عندهمش الحق دابا ما بقاش عندهم اوتوماتيك مثلا باهم اللي عنده جنسيه ياخذوا الجنسيه الا عنده 10 سنين ياخذوا 10 سنين دابا والو هادشي. دابا منين يجي الولد من المغرب غادي يديروا له الفورماسيون وكذا وخصو يبين بانهم انتيغري عاد يدرسوا واش يعطيو له الاقامه ديال الدائمه ولا لا. دونك الاقامه الدائمه مسحوا عليها اليدين زادوا دابا فيها الفور يعني الا بغيتي تدوز دابا ال 10 سنين خصك تدوز ديبلوم ديال اللغه ديال ا 2 مسكر. كاينين الناس مغاربه كنعرفهم انا بزاف ما قاريينش ما عرف كي غادي يدوزوا ويجيبوا هاد 10 سنين دابا واخا تكون جيب لهم سي دي اي واخا تجيب لهم اللي جبتي الا ما تبتيش انك كتهضر الفرونسي والو ما كاين والو. دونك القضيه شويه حماط. الجنسيه ردوها بي 1 بلس انك تكون خدام يعني ماشي غير تكون عندك الفرونسي وتمشي تبغي تحصل على الجنسيه. الجنسيه العيد اللي ديالك ما يكون نقي ما يكون عندك لا مشاكل لا والو. دونك بدات القضيه تتحماط بصح بدات تتحماط القضيه هنا في فرنسا. دونك بزاف ديال الامور غادا المهم تكون جالس يصيفطوك فورماسيون المهم بدلوا القانون يعني يصيفطوك فورماسيون يصيفطوك كذا ما كاينش انك تبقى ناعس يعني وكتخلص ما كايناش شوماج واخا تكون في الشوماج يصيفطوك فورماسيون يصيفطوك دير تقلب على يعني يقلبوك على خدمه واش ما وما عندكش الحق ترفض الا لقاولك الخدمه ما عندكش الحق ترفض كيقفولك الخلصه. دونك هادشي خصكم تكونوا عارفينو انكم يعني خص بنادم يتحرك يعني اللي يتحرك ما بقاش يعني انك جيت لفرنسا باغي غير المساعده وداك الشيء يعني المساعده تاعو ما بداو كيتكلاو. دونك بقينا في مشاكل اخرى الانسان دابا خصك يعني الاقامه تاع 10 سنين ولا صعيبه الجنسيه اصعب. دونك شنو نقول لكم الانسان اللي جاي الجديد لهنا لفرنسا يحاول انه يتانتيغرا يحاول يتعلم اللغه تبقاوش حتى مزيانه اللغه حتى ليك باش تخدم. دابا الا ما كتعلموش اللغه ما كت دونك حكون لا عندنا صعوبات في اللغه ماشي زعما كنقول لكم انا كيهضر حداكم راه شيكسبير ولا فولتير ولا حتى انا راه مازال كنتعلم مي خصك تبين لهم انك باغي تعلم باغي تخدم وكذا كيعاونوك والله الا كيعاونوك في الانتيغراسيون يعاونوك في يعني انت غادي تجي تقرا فابور اول حاجه غادي تجي تقرا فابور يعني وتطبي فابور. دونك حتى شنو غادي تقرا ويزيدو يخلصوك يعطوك واحد 300 ولا 400 يورو شنو بغيتي يعني الانسان يمشي يقرا باش انك دوك الشواهد اللي كتاخذ مزيان لك في الوراق اي شهاده خديتي انا في فرنسا الا وكتسهل لك يعني الوراق وتسهل لك تخدم وتسهل لك بزاف الحوايج
واي يعني ما اي وقت ضيعتي الا وكيرجع لك من الخطيه من في التالي اي وقت. الدراري انا كنت كنعرفهم كنقولهم نوضوا تقراو نوضوا تقراو نوضوا تقراو والو حتى واحد ما بغى يقرا. دابا تزيرو ما دابا ب 10 سنين خصك الدبلوم الوراق خصك الدبلوم بغيتي تخدم خصك الدبلوم فورماسيون خصك الدبلوم خصك اللغه ايوا لا يلا واللي قال ناعس قال لك يشد مساعدته ناعس هي دابا تامت تهزوا القلب دابا بنادم خصو ينوض يدبر يتقاتل. الانسان دابا تهزوا القلب ضروري للانسان انه الإنسان أنه دابا مطالب أنه يقرأ مطالب أنه يثبت أنه بغى يتأنتيغرا يعني بغى يندمج. ما تثبتي لهمش الاندماج غتبقى يعطوك بالعام 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 حتى تمل دوك الوراق د العام ما عمر تحلم لا بجنسية لا لا بحتى حاجة. راه راه صعيبة دابا راه أوروبا والله إلا صعيبة على على كيسميتو البلاد صعيبة ولا دابا القضية صعيبة أنك باش اعطوك الوراق وحيدوه منك يا الله شنو هاد الاستفاده هادي انك تشد هاد العام الوراق عام ولا عام ونص ولا عامين يحيدوه منك عاود يقول لك اجي انت هادوك الوراق تراهم هذا راه كيحيدوا الوراق عادي بحال كيما عطاهم لك كيما يديهم لك. دابا هادشي اللي غادي يولي دابا جاري به العمل دونك الانسان يحاول حاول انك جيتي البلاد ما تجيش تخربها. راه حنا في المغرب مثلا ويجي عندك غير شي اجنبي بلا ما من افريقيا للسوده مثلا بلا ما نقولوا اسم الدوله ويجي يلقى كيوسخ لك المغرب مثلا غير الكارتي ديالك ونوض لك الحيحه وكذا واش غتبغي انت ما عادش تبغي صح. وحنايا كنجيو ويخدمونا ويسكنونا والله العظيم كيعطيونا حنا الاولويه في السكن في الصحه في كل شيء. كتلقى فرنساوي مسكين ما كيشش المساعدات والله الا فرنساوي كتلقاه مسكين حقاش الا ما ولتيش هنايا في اوروبا ما كيكونش هذيك المساعدات تلقى عايش غير هو والمراه ديالو وليد ما كيشد والو ما كيستافد حتى من حاجه. الشنطه زيرت عليه الطريق يعني وكتلقى مسكين. تخيل انك حداك جارك سين مثلا في المغرب افريقي جارك افريقي كيشد المساعدات مثلا من الدوله المغربيه وعندو التطبيب فابور والتعليم فابور وانت حداك كتخلص الكرا تتخلص الضو تتخلص الماء وما عندكش المساعدات كيفاش غادي تجيك غير هذا. يعني هذا المثال هذا بسيط هذا مثال بسيط يعني ما حطوا راسكم في راسهم وشوفوا واش غادي تقدوا ولا لا. راه انا كنقول لك راه الحمد لله ترى مازال هادو فيهم الدم والله هادو مازال يداويوك مازال يقريوك مازال يديروك كلشي فابور. اما حنايا راه حنا في المغرب كتخلص كلشي راه غير دابا جا هذيك ما شكون واحد الاخر قال لك ولا عندكم في المغرب كلشي كيتخلص الراديو التلفازه اي حاجه مشيتي للطبيب الدردي يديرها لك بالفلوس. ايوا انا نشوف كلشي فابور هنا كلشي هنا الطبيب السنان الطبيب ديال كلشي اي حاجه فابور ولا انسان ما حمدش الله والله ما حمد الله خويا انا غير هذاك التطبيب والتعليم هنا فابور باركه كتمشي كتشد الدبلوم فابور تمشي للصحه فابور اش بغيتي تتسرق دونك اش نقول لكم هذا يعني ابسط مثال ابسط مثال مثلا دونك الانسان ما يكونش طاغي بزاف كي جا تخدم عندهم في بلادهم وكذا وبانس بالانتقاد كتنتقدهم و الكور الكور اخويا رجع لبلادي ما عجبكش الكور رجع لبلادي. انا كل لقيت الخير في بلادي انايا خدام مخلص مزيان وكذا علاش انا نبقى نوض هنايا مع 6 الصباح قتل مي البرد واحد البرد عندهم هنا مسموم حتى انا جلست حدا مي واكل شارب ناس ولكن فين انت غير مرض شي واحد ولا شي حاجه كتبقى حاصل كتعرف لا باش تبدي ولا باش تدلي. المهم هذا هو الفيديو كنتمنى يعني يكون وصلت لكم شويه المعلومات فيه وتحياتي ومع السلامه.